السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم مزيانين في أحسن الأحوال إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم بغيت نقدم معكم واحد الكاطو ماجيك، صراحة ماجيك بمعنى الكلمة، بخلط واحد كيتكونوا لنا ثلاثة ديال الطبقات، ثلاثة ديال التكستور، رائع من أي نكهة بغيتي تفضليها غادي تدخليها لداخل. أنا حضرته بالفاني. نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، ولا بغيتوا تعرفوا الطريقه والمقادير خليكم معي الاخير وفرجه ممتعه. عندي هنا في المقادير غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، 125 غرام سكر سنيده، 125 غرام زبده غادي نذوبها من بعد، 125 غرام دقيق ابيض، عندي نصف لتر من الحليب او ما يعادل 500 مليلتر، عندي ملعقه كبيره ماء الزهر وملعقه صغيره روح الفانيلا. المهم هادو هما المقادير، غادي نبداو بالمرحله الاولى. بسم الله، غادي نجيب دو سالادي وغادي نفرق البياض على الصفار باش نطلع النش. بسم الله، فوالا غادي ندير قبيصة ديال الملح في البياض ونطلعو اونيش. بسم الله، صافي تيولينا على هاد الشكل. المهم يطلع اونيش، صافي غادي نخليوه جانبا ونمشيو للخليط الثاني. الصفار غادي نزيد معهم كما قلت لكم 125 غرام سكر سنيده ونطربهم طراب حتى هما حتى يوليو على شكل كريمه. صافي تنتحصلوا هاد على هاد القوام كما كتشوفوا، ولا بحال الشكل ديال الكريمه. غادي دروك نضيف عليه الزبده اللي ذوبتها 125 غرام، وغادي نزيد النكهات الفاني ومزهر. اللي ما بغاش المذاق ديال المزهر تقدروا تديروا ملعقه كبيره ديال الماء اولا اي نكهه تفضلوها. غادي نخلط عاوتاني هاد الشكل، صافي غادي دروك نجيب غير طراب الكهرباء الطراب اليدوي عفوا، و باش نضيف للفرينة الدقيق. نجيب واحد الصفاي وندير الفرينه، نقسمها على جوج مرات تقريبا. هنايا بالنسبه اللي بغى يدير النكهه ديال الشوكولاته، غادي عوض ما ديروا 125 غرام من الدقيق، غادي ديروا 65 غرام من دقيق ابيض و 60 غرام من الشوكولا، وبلاصه النكهه ديال
ديال ما زهر غادي تعوضها بالنكهه ديال القهوه، تذوب واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان في شي شويه ديال الماء اولا قهوه عاديه يتواتى الشوكولاته مع القهوه. دروك غادي نزيد الحليب، الحليب عادي ما دافي ما حتى شي حاجه كما قلت لكم من السيوترو. صافي دوك غادي نجيب هذاك بياض البيض اللي طلعته، غادي نبقى نضيف شويه بشويه غادي ندير هكا واحد الكميه ونبقى نطرب نحاول باش نهرسو هكا غير بشويه كوميم. غادي يبقاو لنا مرسويات صغار هما اللي غادي يكونوا لنا ديك الطبقه ديال الجينواز اللي غادي يكون عندنا في الكاطو ديالنا. نحاول غير نهرسو هكا بالفوي، هاد المرحلة مهمة باش ينجح لنا الكاطو كيف ما بغينا، باش تكونو لنا ثلاثة طبقات في نفس الخليط. فوالا ندخل الكميه الاخيره غير بحال هكا بحال الطريقه. وغادي نجيب واحد المول ندهنو بالزبده باش ما يلصقناش من التحت بلا دقيق، ندهنو غير بالزبده اولا الزيت ونشعلو الفران على درجه حراره 160، خاصو يكون سخون باش ندخلو الكاطو ديالنا. فوالا فوالا يجي لهذا الشكل كما كتشوفوا، يجي بحال اللي خفيف ماشي كيما القوام ديال الكيك عادي مخلط مع هاد الحبيبات هكا ديال البياض البيض اللي بقاو من الفوق. صافي انا جبت واحد المول دهنته بالزبده في الكاع وفي الطرايه باش ما يلصقناش الكاطو، وغادي نكب فيه الخليط بسم الله. القوام ديالو شويه ليكيد شويه هكا فيه داك عاد باقي دوك الحبيبات ديال بياض البيض، داكشي علاش يعطينا هذوك ثلاثه ديال القوامات. فوالا دروك راني سخنت الفران على درجه حراره 160، انا غنديرو في الفران ديال الضو، الا ما كانش عندكم عندكم ديال الغاز غديروه درجه حراره اقل من متوسطه يطيب على خاطرو. غادي ندخلوه ساعة ومين يطيب نوريكم الشكل ديالو ان شاء الله. غير نسيت البنات ما قلت لكمش، المول ضروري ديروه المول يكون مجموع، ما ديروش اللي محلول من الطرايف، سينو هذاك الليكيد غادي يخرج لنا يخرج من الطرايف مع العجين، ماشي الخليط ماشي عاقد كله، غادي يبقى هذا اللي تقيل شويه غيبقى الفوق والشيء الاخر غادي يخرج. انا جربته ديجا، هاد النصيحه بغيت نقولها لكم باش ما تضيعوش الكيك. وصافي غادي ندخلو دوك الفران يطيب ونوريكم ان شاء الله.
هذا هو الكاطو ديالي من بعد ما خرجته من الفران. كما قلت لكم خدا لي ساعه نيشان على نار ناقصه. المهم يجي على هذا الشكل. هنايا كاين هذا لاجينواز، شوفوا شحال خفيفه، ومن التحت باقيين طبقات ثانيه نتاع الكريمه او الكريمه في الوسط والتحت الفلان. المهم غادي دوك راه عاد دافي، غادي نديرو في نخليه يبرد غير هكا في المطبخ، ومن بعد نديرو في نغطيه بالبلاستيك غذائي ندخلو الثلاجه. نخليه شحال ما خليناه كتر احسن، مهم الاقل 4 او 5 سوايع. هاد المرحله مهمه باش يتعزلوا لنا الطبقات، كل وحده تاخذ البلاصه ديالها، ونتلاقاو من بعد باش نديمو ليه نوريكم الشكل من الداخل ان شاء الله. اي فوالا، هذا هو الكاطو من بعد ما خليته انا 5 سوايع في الثلاجه. المهم كما قلت لكم نتوما القدر المستطاع، الا كنتو مزروبين غادي تدخلوه المجمد واحد ساعه او لا ساعه ونص قبل ما يتجمد. مهم الهدف هو انه يبرد وكل طبقه تاخذ بلاصتها، يتعزلوا على بعضياتهم. انا هنايا بغيت نرشو شويه بسكر كلاصي يعطي واحد المنظر زوين وبسيط، وانتوما كل وحده وشنو بغات باش تزين. على بحال هكا، بسم الله. غادي نقطع لكم واحد البورصه من الداخل، بسم الله. فوالا كما كتشوفوا كاين كما قلت لكم ثلاثه ديال الطبقات. هذه هنايا تحتانيه فلون، والوسطانيه بحال لي كريم، وهنايا لا جينواز هكا خفيفه بزاف. فوالا انتما تشوفوا القوام، كما قلت لكم هذه انتما تشوفوا كريمه، والطبقه تحتانيه فلون قاصح مع لا جينواز اللي فوق. بصراحه يجي رائع، فوالا نتمنى تجربوه. ثلاثه ديال القوامات في كيك واحد مع داك لوغو ديال مازهر يعطي واحد مذاق لا يوصف. فوالا، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجابكم وتجربوا هذا الكاطو، صراحه رائع رائع، ما غاديش تندموا الا جربتوه. مختلف تماما على لي كاطو اللي صاوبوهم دائما. وشكرا على المتابعه، الى فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.